اهلا بيكم طلبه تانية اعدادي في فيديو جديد من التاريخ الاسلامي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر وحده عندي في التاريخ، الوحده الرابعه. اول درس هنتكلم عليه هو خلافه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي المسلمين عملوا خلافه بخلافه سيدنا ابو بكر. اهلا بيكم طلبه تانية اعدادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن وحده جديده من وحدات دروس التاريخ بعنوان الخلفاء الراشدين. طبعا كلنا عارفين الخلفاء الراشدين. هنتكلم عن الخلفاء الراشدين. اول درس عندي يا شباب هو خلافة ابو بكر الصديق. كلنا عارفين طبعا ان عدد الخلفاء الراشدين اربعة: ابو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، وعلي ابن ابي طالب. ان شاء الله دول الاربع دروس اللي احنا هنتكلم عليهم في الوحدة بتاعتنا، وهي اخر وحدة في التاريخ ان شاء الله. طيب تعالوا كده مع بعض نتكلم على الخلفاء دول، كل واحد حكم قد ايه. طبعا عندي ابو بكر الصديق حكم من سنة 11 هجريا الى 13 هجريا. بعد كده تاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب من 13 ل 23، عثمان بن عفان من 23 ل 35، وعلي بن ابي طالب من 35 الى 40 هجريا. يبقى دي مدة حكم كل خليفة من الخلفاء الراشدين. طيب اول حاجه يا شباب لازم اعرفها، انا لما اجي اتكلم على الخلفاء الراشدين، هو بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، النظام اللي اخترعه المسلمون. هتقول لي يا مستر ما هو الخلافه، نظام الخلافه حلو جدا. طب يعني ايه خلافه بقى؟ لما يجي يقول لك ما المقصود بالخلافه او ما المقصود بالشورى، يبقى اول حاجه عندي الشورى. الشورى يا شباب هو نظام اتبعه المسلمون في اختيار الخلفاء الراشدين، يقوم على الترشيح والانتخاب. يبقى زي الانتخابات دلوقتي، شخص بيترشح احنا هنختار فلان، الشخصية دي هو اللي يبقى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدي الناس تقول اه موافقين او لا مش موافقين. يبقى ده الشورى. يبقى الشورى هو نظام اتبعه المسلمون في اختيار الخلفاء الراشدين، يقوم على الترشيح والايه والانتخاب. يبقى عكس النظام الملكي. النظام الملكي ما فيهوش ترشيح ولا انتخاب، هو الملك بيحكم وبعديه ابنه. يبقى هنا النظام الملكي يعتبر عكس الايه، عكس الشورى. طب يعني ايه بقى نظام الخلافة؟ نظام الخلافة ده شكل من اشكال الحكم. ممكن يكون حكم الدولة دي بنظام الخلافة، او اللي هو شبه الجمهوري دلوقتي. احنا مثلا هنا في مصر بنقول جمهورية مصر العربية. يعني ايه جمهورية؟ يعني نظام جمهوري قائم ايضا على الانتخابات، عكس مثلا دولة ملكية، وليكن مثلا زي السعودية حاليا دولة ملكية اللي بيحكمها ملك. يبقى هناك مفيش بقى انتخابات، هو الملك اللي بيحكم وعنده حاجة اسمها ولي العهد. ولي العهد ده يعني لما الملك ده يحصل له حاجة ابنه هو اللي يمسك. يبقى مين اللي اخترع نظام الخلافة؟ اخترعه المسلمون او اقره المسلمون. يبقى شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون. امتى؟ امتى المسلمين عملوا ده؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقوم على اختيار من يتولى امور المسلمين في الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نظام الخلافة. يبقى لو جه في الامتحان وقال لي ما المقصود بنظام الخلافة، هقول له هو شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم على اختيار من يتولى امور المسلمين في الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كده مع بعض يا شباب. هيجي يقول لي سؤال، بما تفسر تسمية الخلفاء الراشدون بهذا الاسم؟ ليه سميتهم الاسم ده؟ اشمعنى الاسم ده؟ الاسم ده يا شباب بيتكون من كلمتين او مقطعين: الخلفاء الراشدون. بيقول لي يا رجالة اطلق عليهم الخلفاء لانهم جاءوا بعد الرسول وتولوا امور المسلمين في دينهم ودنياهم. يبقى ده معنى كلمة خليفة. يعني ايه خليفة؟ حضرتك لو واقف في طابور كده، انت واقف وفي شخص او اخوك مثلا واقف وراك، واقف خلفك، يبقى انت مين خليفتك؟ مين اللي جاي بعدك؟ الشخص الفلاني ده. يبقى اذا هنا معنى كلمة الخليفة، لان الاشخاص دول سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، جم بعد الرسول في حكم المسلمين، عشان كده سميناهم الخلفاء. طب ادي اول جزئية. طب الراشدون اطلق عليهم راشدون لانهم صاروا على نهج الرسول، مشيوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم، من حيث بقى العدل والرحمة والتسامح، واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة الايه؟ الاسلامية. عشان كده سموهم الخلفاء الراشدون. يبقى اطلق عليهم الخلفاء لانهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
وراشدون لأنهم صاروا على نهج الرسول واهتدوا إيه بهديه. طيب طبعا أول خليفة هنتكلم عنه هو الخليفة أبو بكر الصديق، قلنا مسك من 11 ل 13 هجرية، اسمه عبد الله بن عامر القرشي، يبقى ده اسمه. ولد بعد عام الفيل، وكان مولده بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر، يعني الرسول كان أكبر من سيدنا أبو بكر بسنتين وستة إيه وستة أشهر. طيب تعالوا بقى مع بعض نتعرف على إسلامه وجهاده في سبيل الله، ولماذا تم اختياره خليفة للإيه للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عندي حياته قبل الإسلام. أول حاجة عمل بالتجارة فكان تاجر أمين، يبقى سيدنا أبو بكر اشتغل في التجارة وكان تاجر أمين. عرف بالصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء، عرف بالتواضع والبساطة ولين القلب، كان متواضع وكان طيب القلب، كان محبوبا مترفعا عن عادات الجاهلية زي الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده هو والرسول قربوا من بعض. الرسول ربنا سبحانه وتعالى عصمه وقلنا ان لا هو شرب خمره ولا لعب قمار ولا الكلام ده، وكان سيدنا ابو بكر شبه سيدنا محمد في بعض الصفات، علشان كده كان قريب جدا من سيدنا ايه من سيدنا محمد لتشابههم في الصفات. كما اصبح من اهل الراي والمشوره فين في قريش، يعني لو في مشكله او في حرب او اي حاجه في قريش كان بيروح ياخدوا راي مين؟ أبو بكر الصديق. طب ده حياته قبل الإسلام. طب حياته بعد الإسلام، قال يا شباب لم يتردد في دخول الإسلام عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين إن سيدنا أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، يبقى كان أول من أسلم من الرجال، وخرج بين الناس داعيا ومجاهدا حتى أسلم على يده الكثير، خرج يدعو الناس للدين الإسلامي. وعندما أذن الله سبحانه وتعالى للرسول بأن يجهر بالدعوة، قام أبو بكر وخطب في الناس عند البيت الحرام متحملا أذى المشركين، يعني راح عند الكعبة وبدأ يخطب في الناس ويتحمل أذى وضرب قريش ليه. وبكده يعتبر أول خطيب في الإسلام واشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته. يبقى دي حياة سيدنا أبو بكر قبل الإسلام وبعد الإسلام. طيب لما نيجي نتكلم عن الخلافة هنتكلم الأول عن الجزء بتاع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا شباب ما صدقتش أو هو ما كانش مقتنع، مش فاهم، يعني مش مدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب لدرجة أن هو قال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، يعني اللي هيقول أن سيدنا محمد مات هضرب رقبته بالإيه بالسيف. هنا ظهر دور بقى سيدنا أبو بكر في إيه؟ في تهدئة الناس في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقف سيدنا أبو بكر وخطب في الناس وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني سيدنا محمد رسول من الرسل وفي رسل جت من قبله ومات. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيكلم إيه المسلمين إن لو سيدنا محمد مات أو اتقتل هترتدوا تاني وتنقلبوا على أعقابكم، يعني تتركوا الدين إيه مرة أخرى. فطبعا الناس إيه هديت، وهنا أظهر سيدنا أبو بكر الصديق طبعا يعني شجاعة ورباطة جأش إن هو يقدر يهدي إيه المسلمين. طيب اول يا شباب ما الانصار بقى عرفوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا اجتماع في سقيفة بني ساعدة، خلاص احنا في دولة، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بس احنا عندنا دولة وعندنا مسلمين وعندنا ناس لازم نحافظ عليهم. راحوا عملوا اجتماع على طول في سقيفة بني ساعدة لمناقشة امر الايه المسلمين، وادي صورة لسقيفة بني ساعدة، ده المكان اللي كانوا بيجتمعوا ايه فيه. طيب المهاجرين عرفوا ان الانصار في الاجتماع هناك فراحوا لحقوا بهم، المهاجرين راحوا رايحين لمين؟ للانصار. واتفق المهاجرين والانصار على مين؟ على مبايعة ابو بكر الصديق خليفة. هنا البيعة دي يا شباب اسمها البيعة الخاصة. يعني ايه البيعة الخاصة؟ يعني المجموعة من الافراد اللي جوه سقيفة بني ساعدة اللي قاعدين من المهاجرين والانصار اختاروا مين؟ اختاروا سيدنا ابو بكر.
يبقى دي اسمها البيعة الخاصة. لسه فاضل البيعة العامة بقى. البيعة العامة ان اللي هتبقى في المسجد هي شباب، اما البيعة العامة فكانت في المسجد حين اقبل المسلمون عليه وبايعوه، ثم صعد بعدها وخطب فيهم موضحا الاسس اللي هتسير عليها الدولة الاسلامية. يبقى اذا هنا انا عندي بيعتين، في بيعة خاصة وبيعة عامة، لازم افرق ما بينهم. البيعة الخاصة تعرفها هي مبايعة الأنصار والمهاجرين المجتمعين في سقيفة بني ساعدة بالخلافة لأبي بكر الصديق، بينما البيعة العامة هي مبايعة المسلمين بقى عامة الناس كلها لأبو بكر الصديق في المسجد بالإيه؟ بالخلافة. طيب عندي بعد كده سؤال، اشمعنى أبو بكر؟ يعني لو جاء لي بما تفسر، ليه المهاجرين والأنصار اختاروا أبو بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندي ست أسباب. اول حاجة لانه اول من اسلم من الرجال، اول واحد اسلم من الرجال كما ذكرنا قبل كده. اتنين، اختاره الرسول ليصاحبه في الهجرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر وكلمنا عن الهجرة من مكة الى يثرب اختار ابو بكر الصديق، ده يدل على مكانة ابو بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاتة، جاهد بنفسه ومال واولاده من اجل رفعة الاسلام، وقلنا اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، دي رقم اربعة. خمسة، جعله الرسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مرض، مرضه الأخير اللي توفى فيه كان جه وقت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم يصلي تعبان، فقال لهم اختاروا أبو بكر، خلوا أبو بكر خليفة إمام للمسلمين إيه بدالي. يبقى جعله الرسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه، وطبعا كان أكبر الصحابة سنا عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ست أسباب بسببهم اختاروا المسلمين أبو بكر للخلافة. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى أهم أعمال أبو بكر الصديق. دلوقتي سيدنا أبو بكر تولى الخلافة، إيه هي أعماله؟ أول حاجة إرسال جيش أسامة بن يزيد وجمع القرآن الكريم وقتال المرتدين ونشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية. احنا هنتكلم عن أربع حاجات، تعالوا كده نتكلم عليهم بشيء من التفصيل. أول حاجة إرسال جيش أسامة. بصوا يا شباب، سيدنا محمد قبل ما يموت كان مجهز جيش أسامة ده علشان يروح يحارب الروم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى قبل ما يرسل الجيش ده، قبل ما يبعت الجيش ده للحرب. يبقى اذا مين اللي كان مجهز الجيش؟ سيدنا محمد هو اللي كان هيبعته، ولكن توفى قبل ما يقدر يعمل ده. اول حاجة عملها سيدنا ابو بكر انه ارسل جيش اسامة. ليه؟ لان دي كانت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وابو بكر قال اكيد ده في خير للمسلمين، ولكن بعض الصحابة نصحوا بعدم ارسال جيش اسامة. بعض الصحابة قالوا له يا خليفة رسول الله بلاش تبعت الجيش ده. طب هيجي يقول لي بما تفسر ليه؟ قالوا له لحاجة الدولة إليه في مواجهة خطر المرتدين. ظهر خطر تاني وإحنا هنتكلم عليه وهم المرتدين، فقالوا له إن إحنا محتاجين الجيش ده عشان نحارب المرتدين، ولكن سيدنا أبو بكر أصر على إرسال جيش أسامة تنفيذا لأمر الإيه؟ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا تحرك الجيش نحو بلاد الشام لقتال الروم، ثم عاد بعد 40 يوم سالما لينضم لجيوش الإيه؟ المسلمين في قتال المرتدين. يبقى إذن أول حاجة عملها سيدنا أبو بكر هو إرسال جيش أسامة. آدي خط سير يا شباب، الجيش أسامة تمام أهو من المدينة رايح إلى إيه؟ إلى بلاد الشام. طيب تاني حاجة قتال المرتدين. قلنا ظهر المرتدين، طب مين هم المرتدين؟ اهم المرتدين هم قبائل عربية خرجت عن الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رفض دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة. يعني ايه؟ يعني فيها شباب قبائل كانت لسه داخلة في الدين الاسلامي، ما يعني قبل ما الرسول يتوفى خلاص، اللي بقاله شهر اللي بقاله شهرين، فلسه الدين الاسلامي لم يستقر في قلوبهم، لم يتمكن من قلوبهم، وبعد كده الرسول ايه توفى. من بعض القبائل من الناس دي خرجوا عن الدين الاسلامي، يعني رجعوا مرة تانية يعبدوا الاصنام، ومنهم فضل على الدين الاسلامي، ولكن قالوا لسيدنا ابو بكر احنا مش هندفع الزكاة، احنا كنا بندفعها لمحمد ومش هندفع الايه الزكاة. الاشخاص دول او الانواع دي من القبائل بقى احنا سميناهم الايه المرتدين. يبقى المرتدين قبائل عربية خرجت من الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من رفض دفع الزكاة، ومنهم من ادعى الإيه النبوة.
طيب يبقى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام وامتنت عن دفع الزكاة، وادعى البعض النبوة زي مسيلمة الكذاب، ده شخص ظهر وادعى ان هو نبي وان هو بينزل عليه وحي، عشان كده سمي بمسيلمة الكذاب. فأرسل أبو بكر عدة جيوش بقيادة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم. طب لو جي قال لك بقى سؤال، ما النتائج المترتبة على قتال المرتدين؟ يبقى أقول له هنا نجاح شباب هذه الجيوش في مهمتها وعادة القبائل المرتدة إلى الدين الإسلامي واستشهد عدد كبير من الصحابة في هذه الحروب. يبقى نتائج حروب المرتدين أو قتال المرتدين حاجتين، نجحت الجيوش دي ان هي تخلي القبائل دي ترجع مرة اخرى الى الدين الاسلامي وتدفع الزكاة، تاني حاجة استشهاد عدد كبير من الصحابة في هذه الحروب. طيب تالت حاجة عملها سيدنا ابو بكر هي جمع القرآن الكريم. انا لسه قايل في حروب المرتدين من نتائجها استشهاد عدد كبير من الصحابة، خصوصا حفظت القرآن الكريم. ركز كده معايا بقى، يبقى الناس اللي حافظين القرآن الكريم اللي اشتركوا في حروب المرتدين جزء كبير منهم مات، إذن الأشخاص اللي عايشين وحافظين القرآن عددهم قليل. مين اللي خد باله؟ سيدنا عمر بن الخطاب. علشان كده أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب راح لسيدنا أبو بكر قال له يا خليفة رسول الله خلي بالك عدد الناس اللي حافظ القرآن بقى قليل، لأن في ناس كتير منهم ماتت في حرب المرتدين، فإيه رأيك لما نجمع القرآن في صحائف؟ وفعلا سيدنا أبو بكر أمر أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت. مين؟ زيد بن ثابت أو أحد كتاب الوحي، بأن هو يجمع القرآن الكريم من الناس بقى اللي عايشة، وفعلا تم وضعه في صحائف، وبكده يبقى سيدنا أبو بكر قام بجمع القرآن الكريم في صحائف، أصبح مكتوب عنده بعد ما كان مكتوب على جريد النخل وجلد الحيوانات. طيب رابع حاجة هيعملها سيدنا أبو بكر هي نشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية. بعد القضاء على المرتدين هيبتدي بقى سيدنا أبو بكر ينشر الدين الإسلامي فين؟ في شبه الجزيرة العربية وخارج شبه الجزيرة العربية أيضا. أهو أراد أبو بكر الصديق تأمين حدود الدولة الإسلامية، عايز بقى يأمن. ليه؟ عشان عنده الروم كل شوية يهجموا على المسلمين، فهو عايز يأمن حدود الدولة، عنده الروم والفرس. فأرسل جيوشه إلى بلاد العراق، هيبتدي بقى يبعت الجيوش خارج شبه الجزيرة العربية. عندي بقى يروح بلاد العراق، أرسل إليها مين؟ خالد بن الوليد. يبقى القائد خالد بن الوليد راح العراق. بلاد الشام أرسل إليها أربع جيوش بقيادة عامة لأبي عبيدة بن الجراح. نركز كده، هم أربع جيوش، الأربعة دول القائد العام بتاعهم أبو عبيدة بن الجراح، يعني كأنهم هم جيش واحد، القائد بتاعهم أبو عبيدة بن الجراح، بس الجيش ده هينقسم إلى أربع أجزاء، كل جزء عليه قائد بياخدوا أوامرهم من مين؟ من أبو عبيدة بن الجراح. يبقى إذا الجيوش اللي رايحة بلاد الشام بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. طيب نبص مع بعض كده أهو يا شباب، الجدول ده مع الخريطة دي بيوضح لنا بقى اتجاهات الأربع جيوش دول. أول جزء عندي بقيادة القائد أبو عبيدة بن الجراح اتجه إلى حمص في شمال بلاد الشام. يبقى إذن لو بصينا على الخريطة كده هنلاقي رقم واحد جيش أبو عبيدة بن الجراح رايح لحمص في شمال بلاد الشام. اتنين القائد يزيد بن أبي سفيان وده اتجه إلى دمشق في وسط بلاد الشام. تلاتة القائد شرحبيل بن حسنة ده رايح متجه إلى الأردن. عندي رقم أربعة القائد عمرو بن العاص ده متجه إلى القدس بفلسطين. يبقى دول الأربع جيوش كلهم القيادة العامة بقيادة أبو عبادة بن الجراح، وكل جزء منهم بقيادة قائد ليه مهمة معينة ليه اتجاه معين رايح إيه علشان يفتح وينشر الدين الإسلامي في المناطق دي، وفعلا نجحت هذه الجيوش في فتح هذه المناطق. آخر حاجة عندي يا شباب هي وفاة سيدنا أبو بكر الصديق. توفى أبو بكر الصديق سنة 13 هجريا، مدة خلافته قعدت سنتين ونصف، وتوفى عن عمر يناهز 63 عام، نفس وفاة أو سن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولى من بعده سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة. وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن خلافة عمر بن الخطاب وهنشوف ده مع بعض. شكراً.